الجزء الثاني من المحاضره هنشتغل فيه على اويلر ايكويشن الون ستريم لاين. هو اويلر ايكويشن ده ما سمعناهوش قبل كده، سمعناه قبل كده في الترم الاول صح؟ ده كان بيعمل ايه اويلر ده؟ هو اللي اشتغل معاه منه المعادله، سرقت منه يا عيال، اتاخد وهو شباب. اويلر ايكويشن ده اللي اثبت او وصل لشكل معادله من اهم معادلات الفلويد ميكانكس، اللي هي معادله برنولي ايكويشن. معادله برنولي ايكويشن، طيب احنا هنثبت المعادله بتاعت اويلر، هنثبت المعادله بتاعت اويلر بشكلين. اول شكل اللي هو على ستريم لاين، على ستريم لاين ده كده اسمه ستريم لاين، مش الانبوبه كلها، لا الخط اللي هو اللي ماشي ده ستريم لاين. امال ايه الانبوبه ديت؟ ستريم تيوب. ستريم تيوب، الستريم تيوب دي عباره عن ايه؟ حزمه من الستريم لاينز، من الستريم لاينز اخذناها في الترم الاول في الشابتر بتاع الكينماتيك. طيب دي ستريم تيوب، ده كده اللي هو الدي اي، دي الكروس سكشنال اريا، يعني الكروس سكشنال اريا ده الدي اي كويس، ده ستريم تيوب، ده اتجاه الفلو، ده اتجاه الفلو كويس. الطول بتاع الستريم تيوب ديت اسمه دي اس، من السنتر لاين ده للسنتر لاين ده كارتفاع اسمه الدي واي، ومن الافقي اسمه الدي اكس تمام. الستريم تيوب ديت بيأثر عليها نوعين اساسيين او ثلاث انواع من انواع القوه. اول قوه عندي قوه الضغط، نورمال فورس الضغط، هنا بي في الدي اي بيأثر عليها هنا بريشر، ومن الناحيه الثانيه بيأثر عليها بي زائد الدي بي في الدي اي صح؟ طيب في عندي البودي فورس، البودي فورس يبقى انا في عندي لو حابين ممكن نكتبهم هنا عشان يبقوا قدامنا. بيأثر عندي هنا البادي فورس، والبادي فورس دي كلمة ترجمتها الجرافيتي صح؟ ده البادي فورس، وفيه عندي النورمال فورس، النورمال فورس اللي هو ناتج عن البريشر، ناتج عن البريشر، وفيه عندي الشير أو ما يطلق عليه التانجنشال، تانجنشال فورس، تانجنشال فورس اللي هو الشير، الشير فورس. طيب ده الوزن، الوزن بيساوي ايه؟ بيساوي الام في جي، والام اللي هو الماس بيساوي ايه؟ كتلة في حجم، كتلة في حجم صح؟ يبقى الرو الحجم عندي عبارة عن ايه؟ الدي اي في مين؟ في الدي اس، مساحة القاعدة بتاعت الاسطوانة دي في الارتفاع بتاعها، ده الحجم صح؟ دي كده كتلة كثافة في حجم اداني الكتلة، باقي لي مين؟ الجي. طيب بس اللي بيأثر عندي في اتجاه السريان مش الوزن، ده مركبة الوزن، مركبة الوزن، فبيأثر عندي هنا كده دبليو ساين ثيتا، حيث ان الثيتا اهي تمام؟ يبقى بيأثر عندي هنا دبليو ساين ثيتا. طيب احنا ممكن ناخد ده كده ونرسمه في، نرسمها هنا كده، دي كده ثيتا، المسافة ديت دي اكس، والمسافة ديت دي واي، وده دي اس، يبقى ساين ثيتا بيساوي ايه؟ الدي واي على مين؟ على الدي اس، يعني الدي واي بيساوي الدي اس في الساين ثيتا صح كده؟ طيب يبقى انا بيأثر عندي هنا نورمال فورس اللي هو الضغط البي في الدي اي، والناحية الثانية البي زائد الدي بي، لأن ده إيلمنت صغير، لان اويلر ايكويشن دلوقتي اللي احنا شغالين عليه ده تم استنتاجها، الاويلر ايكويشن دي تم استنتاجها من تطبيق القانون الثاني لنيوتن. القانون الثاني لنيوتن اللي هو بيقول ايه؟ سميشن الفورس بيساوي الماس في الاكسلريشن صح؟ تم تطبيق القانون الثاني لنيوتن ده
على small element، على small element اللي هو عنصر صغير او جزئيه صغيره من الاستريم، من الفلو. الفلو ده ماشي عليه ستريم لاين خلال ستريم تيوب، حزمه ستريم لاين. تمام، نشوف بقى القوى المؤثره عليه. القوى المؤثره عندي نورمال فورس، هنا الضغط بيأثر على الدي اي، وهنا الضغط زائد الفرق الصغير اللي حصل خلال الفتره دي في الدي اي. جميل، بيأثر عندي الوزن، اخذنا المركبه بتاعته، بيأثر عندي كمان الشير. ده اتجاه السريان، يبقى الشير عايز يوقفه في الناحيه الثانيه. الشير ده اللي هو التاو، ممكن نعملها دي اف. الدي اف للشير، دي اف شير، دي اف كابتل كده والسبسكريبت اس. هي الدي اف دي بتساوي ايه؟ الدي اف اس ده بيساوي ايه؟ بيساوي الشير في الاريا. الشير ده اللي هو بيساوي الدي اف كده، بيساوي الشير الاريا اللي هي بتساوي ايه بقى؟ الاريا اللي هنا دي كروس سكشنال اريا ولا سيرفيس اريا؟ سيرفيس. طب السيرفيس اريا بتاعت ده؟ ايوه، عباره عن المحيط في الطول، صح؟ يبقى الاريا دي بتساوي الدي بي كابتل في الدي اس، حيث ان الدي بي كابتل ده هو البريميتر او المحيط ده يعني الاستريم تيوب ديت كانها قلم، وجبنا مقص قصيناه من فوق وفردناه، فاتقلب بقى مستطيل. مستطيل، المستطيل ده الابعاد بتاعه الطول هو الدي اس، والعرض هو المحيط اللي هو الدي بي كابتل. فيبقى الاريا بتاعت المضروبه في الشير هنا هي الدي بي كابتل في الدي اس. كويس؟ خلاص، يبقى انا عندي دول الثلاث انواع من القوة. عندي البادي فورس اهو، الرو جي في الفوليوم، واخدنا المركبه بتاعته اللي في اتجاه السريان، وعندي النورمال اللي هو البريشر، وعندي الشير اللي حطيناه ده. خلاص، نطبق بقى المعادله بتاعت ايه؟ بتاعت نيوتن. السمشن فورسز ديت، في عندي البي في الدي اي ناقص اللي هو يعني ده ناقص اللي في الناحيه الثانيه اللي قصاده، ناقص دوت ماشي، ناقص البي زائد الدي بي في الدي اي، ده اللي هو النورمال فورس. طيب والشير؟ ناقص مركبه الوزن، مركبه الوزن الدبليو ساين سيتا، الدبليو بيساوي ايه؟ الرو جي في الدي اي الدي اس ساين سيتا، مظبوط؟ كمان باقي عندي الشير ناقص التاو في الدي بي الدي اس، نشيل ايه بقى؟ كل ده بيساوي الماس، الماس اللي هو الرو، الكثافة في الحجم، الحجم اللي هو الدي اي في الدي اس. في العجلة، العجلة ديت اللي هي تفاضل السرعة الدي يو باي دي تي، الدي يو باي دي تي. طيب نخلي المعادلة دي بشكلها، طبعا ده هيروح مع ده، ماشي جميل، نركن دي على جنب كده ونيجي نشوف الدي يو باي دي تي ديت هي بتساوي ايه. العجلة اللي احنا كنا بنتكلم عليها بقالنا محاضرتين، التوتال اكسلريشن، مش ده بيساوي اللوكال تايم ديريفاتيف والكونفكتيف تيرف، صح؟ يبقى ده بيساوي بارشال يو باي بارشال تي زائد انا عندي هنا الكونفكتيف تيرم في اتجاه مين؟ في اتجاه الاس بس، مفيش عندي هنا لا واي ولا زد ولا اي حاجه ثانيه، عندي هنا السريان في اتجاه مين؟ في اتجاه الاس، ده اللي واقع اختصار للستريم لاين، الاس ده بس. فيبقى الكونفكتيف تيرم اللي هو يو بارشال يو باي بارشال اس بس، صح كده؟ لو في عندي اتجاهات تانيه كنا هنضيف، لكن ما فيش اتجاهات تانيه، يبقى نشيل الاثنين دول نحطهم هناك كده. طيب لو قلنا فور ستيدي فلو، لو انا عندي السريان ده ستيدي، يبقى بارشال يو باي بارشال تي بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. يبقى من هنا الدي يو باي دي تي بيساوي ايه؟ اليو
بارشل يو باي بارشل اس. ولما يبقى تفاضل السرعه في اتجاه واحد هل هيبقى تفاضل جزئي ولا تفاضل كلي؟ يعني بارشل ولا ده ديريفاتيف عادي؟ يعني ده هيساوي اليو في الدي يو باي دي اس. خلاص نشيل بقى الدي يو باي دي تي من هنا ونحطها ايه بالقيمه بتاعتها ونطير الاثنين دول مع بعض، يبقى سالب الدي بي في الدي اي سالب الرو جي مضروبه في الدي اي. هي الدي اس ساين ثيتا دي بتساوي ايه من هنا؟ دي واو. الدي واو اهي الدي واو سالب التاو، مفيش مشكله نخليها تاو في الدي بي في الدي اس بيساوي الرو الدي اي في الدي اس وفي عندي الدي يو باي دي تي. الدي يو باي دي تي اللي هي يو دي يو اليو في الدي يو باي دي اس، الدي اس مع الدي اس يبقى دول نشيلوهم اهو تمام، ويبقى ديت اليو في الدي يو. جميل، هات لي ديت الطرف ده وهات لي الشيل ده الطرف الناحيه الثانيه. يبقى سالب الدي بي في الدي اي سالب الرو جي في الدي اي في الدي واي سالب الرو في اليو الدي اي في الدي يو بيساوي الشير في الدي بي في الدي اس. كويس؟ لو قسمنا المعادله دي على الرو في الدي اي في الدي اس نقسم المعادله دي كلها على الرو في الدي اي في الدي اس يبقى ديت بتساوي هنا الرو في الدي اي في الدي اس وهنا الرو في الدي اي في الدي اس الرو في الدي اي في الدي اس الرو في الدي اي في الدي اس. خلاص الدي اي مع الدي اي يتبقى لي تحت سالب واحد على رو الدي بي باي دي اس صح؟ سالب الرو مع الرو والدي اي مع الدي اي يبقى سالب جي في الدي واي على الدي اس. سالب الرو مع الرو والدي اي مع الدي اي اليو الدي يو باي دي اس بيساوي الشير الدي بي على الدي اي وفي هنا واحد على رو صح كده؟ المعادله دي هي معادله اويلر equation of motion اويلر equation of motion دي معادلة اويلر للحركة معادلة اويلر هناخد حالة خاصة منها هناخد حالة خاصة منها ديت المعادلة ممكن نكتبها تاني نكتبها تاني خلاص سالب واحد على رو في الدي بي باي دي اس سالب الجي في الدي واي على الدي اس سالب اليو الدي يو باي دي اس بيساوي واحد على رو تام الدي بي باي دي اس دي اللي هي اويلر ايكويشن اوف موشن. طيب دي معادلة اويلر ايكويشن اوف موشن زي ما اتفقنا فيها اربع ترمات فيها اربع ترمات الترم ده بيعبر عن البريشر او بيعبر عن النورمال فورس اللي بتاثر على الفلويد ده اللي هو البريشر والترم ده بيعبر عن عجلة الجاذبية بيعبر عن البودي فورس اللي موجودة وده بيعبر عن الكونفكتيف اكسلريشن تير اللي هو في النهايه مع بعض التعديلات اللي هنعملها كمان شويه هيبقى هو الكينيتيك انرجي طاقه الحركه ودي هيبقى طاقه الوضع وده هيبقى البريشر بتاع بعد كمان شويه هنشيلهم ونحطهم في البرنولي ايكويشن وده كده اللي هو اللي فيه الشير ده بيعبر عن الفريكشن اللي موجود في السائل الفريكشن اللي موجود في السائل انتوا عارفين ان الشير فانكشن في مين؟ في اللزوجه ومعنى لزوجه معناها فريكشن لزوجه زادت يبقى فريكشن زاد يبقى شير زاد
اللزوجه قلت يبقى فريكشن قل وشير قل. تمام؟ طيب احنا لو جينا دلوقتي وقلنا فور ايديال فلو، ايديال فلو دي معناها اللزوجه بتساوي صفر. طبعا الكلام ده مش موجود على ارض الواقع، لكن بس علشان نوصل لشكل المعادله بتاعه برنولي، وبرنولي حط المعادله في الشكل اللي هو الايديال زي ما شرحنا الترم اللي فات، ومن الايديال ده حط اللوسز بشكل منفصل، صح ولا لا؟ فاحنا ايه؟ فور ايديال فلو اللزوجه بتساوي صفر، معناها ان الفريكشن بيساوي صفر، معناها كمان الشير بيساوي كام؟ بيساوي صفر. عوض في الترم في المعادله اللي فوق دي، لما نعوض فوق هيبقى سالب واحد على رو مضروب في الدي بي باي دي اس، سالب الجي الدي واي باي دي اس، سالب اليو في الدي يو باي دي اس. الكلام ده كله بيساوي كام؟ صفر. السوالب دي طبعا هتبقى كلها موجب، والدي اس من المقام كلها هتروح، صح ولا ايه؟ يبقى انا عندي واحد على رو في الدي بي زائد الجي في الدي واي زائد اليو في الدي يو بيساوي صفر. قربنا؟ قربنا من شكل برنولي؟ قربنا. باقي على الحلو تك، اوعى تطلع في الفيديو. خلاص يا باشمهندس؟ يبقى واحد على رو في الدي بي ده اللي هو مين؟ البريشر، والجي في الدي واي اللي هو البوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي، واليو في الدي يو اللي هو الكينيتيك انرجي. طب انا هعمل تعديل بسيط قوي في المعادله، واحد على رو في الدي بي زي ما هي زائد الجي في الدي واي زي ما هي زائد ديت، هعمل فيها ايه؟ نص التفاضل بتاع اليو تربيع. هي هي ولا لا؟ هي هي ولا لا؟ انت ممكن تطلع ديت بره التفاضل ده ويبقى ديت ايه؟ 2 2 يو دي يو، ما هو الاثنين مع الاثنين، يعني هو الترم ده هو نفسه ده، بس الشكل ده بيفكرني بالكينيتيك انرجي. ايوه نص رو يو تربيع، صح؟ فده كده مش بيفكرني بالكينيتيك انرجي. هي دي اويلر ايكويشن اوف موشن. واحنا كده وصلنا لشكلها النهائي. انا من شويه كنت بقول لكم ان احنا هنثبتها، هنثبت معادله اويلر بطريقتين، طريقه اللي هو على ستريم لاين او ستريم تيوب، والطريقه الثانيه هنعملها في يبقى عندنا كنترول فوليوم، والكنترول فوليوم ليه احداثيات دي اكس ودي واي ودي زد زي ما اخذنا مع الكونتينيوتي وزي ما اخذنا مع نبيل. عايزين نثبت اويلر ايكويشن، نفس المعادله بتاعت اويلر عايزين نثبتها في الكارتيزيان كوردينيتس. الكارتيزيان كوردينيتس ان انا عندي احداثي اكس واحداثي واي واحداثي زد، نقطه الصفر وصفر وصفر عندي هنا في النص اهي، صفر وصفر وصفر، سهله خالص. تمام؟ طيب البعد طبعا اللي في اتجاه اكس ده اسمه دلتا اكس، البعد اللي في اتجاه الواي اسمه دلتا واي، البعد اللي في اتجاه زد اسمه دلتا زد. المكعب ده اسمه كنترول فوليوم، كنترول فوليوم، كنترول فوليوم ده بيأثر عليه مجموعة من القوى. القوة الأول قوة عندي اللي هي النورمال فورس، نفس الكلام اللي احنا أخدناه من شوية، كان في عندي نورمال فورس والبادي فورس، وعندي اللي هي الإنرشا أو الطرف اللي على اليمين بتاع السكند لو بتاع نيوتن، النيوتن سكند لو اللي هو القانون الثاني بتاع نيوتن اللي هو الماس في الأكسلريشن. طيب النورمال فورس اللي بتاثر في الوجه العمودي على اتجاه اكس، ده اتجاه اكس، السطح العمودي عليه زي ما قفلنا في كونتينيوتي ونبيل هما السطحين اللي متهشرين بالاحمر، فهيأثر عندي هنا بريشر نورمال فورس على السطح ده، والسطح الثاني بيأثر عليه بريشر بس بعد اضافه الايه؟ الدلتا بي.
طبعا احنا كنا هنا كنا قلنا المره اللي فاتت في نبيل كنا بنقول البي عند الاكس مضروب في الاريا اللي هي دي واي دي زد، وكان هنا البي عند الاكس زائد دلتا اكس، صح ولا لا؟ ولما تيجي تفكها بمفكوك تيلور كنا بناخد الترم ده، فانا حطيت الترم ده على طول يعني. الناس معايا ولا ايه؟ كنا في نبيل ستوكس ايكويشن كنا بنقول ان هنا بيأثر عندي البي عند الاكس عند الاحداثي اكس اللي هو الزيرو زيرو زيرو، المستوى اللي متهشر بالاحمر ده بيمر بنقطه الاصل، تمام؟ هناك كان بيمر بعد نقطه الاصل ديت بايه؟ بمسافه اسمها دلتا اكس، فكان هنا بيأثر البريشر عند الاكس زائد دلتا اكس، ولما ناخد دي نفكها بمفكوك تيلور كان بيبقى عندي بيفك الاثنين دول بالاضافه لترمات ثانيه كنا بنعملها، صح ولا ايه؟ فيبقى عندي هنا انا كتبت بس الترمات مباشره يعني بدل ما لسه نكتب مفكوك تيلور يعني. خلاص يبقى هنا بيأثر عندي البريشر مضروب في الاريا، الاريا بتاع الوجه اللي متهشر بالاحمر ده اللي هي ايه؟ العموديه. اللي هي العموديه على اتجاه السريان، بس الاريا دي كام في كام؟ الدي زد اللي هي ديت في الدي واي. جميل. طب الناحيه الثانيه بيأثر عندي البريشر زائد بارشال بي باي بارشال اكس دي اكس اللي جاي من مفكوك تيلور مضروب في نفس الاريا. طب في اتجاه الواي اللي متهشر بلازر بيأثر عندي هنا اللي عند نقطة الأصل المستوى اللي عند نقطة الأصل بيأثر فيه البي مضروب في الأريا اللي هي الدي إكس في الدي زد، واللي فوق بعد الدي زد اللي بيأثر عندي البي زائد بارشال بي بارشال واي اللي جاية من مفكوك تيلور مضروبة في الأريا برضه اللي هي الدي إكس في الدي زد. باقي عندي الوجه الثالث، الوجه الثالث اللي هو الزد اللي متهشر بقى في الأسود ده، واللي من قدام اهو، تمام؟ بيأثر عندي هنا كده البي في الدي اكس دي واي، واللي في اللي في الوجه اللي في الوش ده البي زائد بارشال بي باي بارشال زد دي زد مضروب في الدي اكس دي واي، صح كده؟ خلصنا احنا كده من مين؟ من النورمال، من النورمال فورس اللي هي البريشر، وفي عندي الوزن، الوزن بيساوي ايه؟ الوزن الجرافيتي او البادي فورس بيساوي الام جي، والام ديت اللي هي الرو في الفوليوم، نحط جي يعني بيساوي الرو في الدي اكس دي واي دي زد، وما تنساش جي ده اللي هو الوزن. خلاص حط الاثنين دول في الفورمة بتاعت سميشن اف بيساوي الماس في الاكسلريشن. سميشن فورس في عندك على سبيل المثال لو احنا هناخد في اتجاه الاكس، في اتجاه الاكس يبقى عندك الضغط ده ناقص الضغط ده، الضغط ده ناقص الضغط ده، وعندك عجله الجاذبيه اللي في اتجاه الاكس وبيساوي الماس في الاكسلريشن، يبقى ده بيساوي احنا هنطبق في اتجاه اكس وهنعمل في اتجاه واي او في اتجاه زد. في اتجاه الاكس البي مضروب في الاريا بتاعته اللي هي الدي واي دي زد ناقص بي زائد بارشال بي باي بارشال اكس دي اكس مضروب في الاريا اللي هي دي واي دي زد. جميل. زائد الرو جي، الرو جي اكس في الفوليوم، الرو جي اكس في الفوليوم اهو هعمله الفوليوم كده، انتوا عارفين الفوليوم ده اللي هو بيساوي الدي اكس دي واي دي زد. جميل. الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي الماس، الماس اللي هي الرو في الفوليوم مضروب في الايه؟ اكسلريشن دي غير عجله الجاذبيه، تمام؟ الاكسلريشن ديت اللي هي وليكن عايزين نسميها الدي يو باي دي تي. ليه الدي يو؟ علشان احنا في اتجاه الاكس، لو كنا في اتجاه الواي كنا نحطها دي في باي دي تي او دي دبليو باي دي تي لو انا في اتجاه الزد. طيب ويبقى كده المعادله خلصت. طبعا المعادله ديت ده هيروح مع ده والفوليوم دي اكس دي واي دي زد مع الفوليوم مع الفوليوم، يبقى سالب بارشال بي باي بارشال اكس مظبوط زائد الرو جي اكس بيساوي الرو في الدي يو باي دي تي. هي الدي يو باي دي تي ديت بتساوي ايه؟ بارشال يو باي بارشال تي، يو بارشال يو
باي بارشال اكس زائد في بارشال يو باي بارشال واي زائد دبليو بارشال يو باي بارشال زد. نشيل الترمات ديت ونحطها فوق، بس قبل ما نحطها فوق هنفرض ان المايع بتاعنا ستيدي، يبقى فور ستيدي فلو بارشال يو باي بارشال تي بيساوي صفر، يبقى الترم ده راح، يبقى انا هاخد الثلاثه دول احطهم فوق. كويس؟ خلاص احنا مش محتاجين الرسمه، ممكن نشيلها. خلاص يبقى المعادله ديت اللي هي سالب بارشال بي باي بارشال اكس زائد الرو جي اكس بيساوي الرو مضروبه في اليو بارشال يو باي بارشال اكس زائد البي بارشال يو باي بارشال واي زائد الدبليو بارشال يو باي بارشال زد. طيب المعادله دي هنقسمها على الكثافه، اقسم المعادله دي على الكثافه. لما نقسم المعادله دي على الكثافه هيبقى في عندي ايه؟ سالب واحد على رو بارشال بي باي بارشال اكس زائد الجي اكس بيساوي اليو بارشال يو باي بارشال اكس زائد الفي بارشال يو باي بارشال واي زائد الدبليو بارشال يو باي بارشال زد. كويس كده؟ طيب المعادله دي هنضرب المعادله ديت في الدي اكس. اضرب المعادله كلها في الدي اكس. طبعا احنا ايه؟ احنا دلوقتي واخدينها في اتجاه الاكس، فالدي بارشال بي باي بارشال اكس نقدر نكتبه دي بي باي دي اكس. تمام؟ يعني دي كده هتساوي سالب واحد على رو دي بي بارشال بي مفيش مشكله باي بارشال اكس دي اكس زائد جي اكس في الدي اكس بيساوي اليو بارشال يو باي بارشال اكس دي اكس زائد الفي بارشال يو باي بارشال واي دي اكس زائد الدبليو بارشال يو باي بارشال زد دي اكس. انا المفروض ان انا زي ما عملت في الاكس اعمل في الواي، يعني وامشي المعادلات كلها مع بعضها، لكن انا منتظر خطوه واقول زيها في واي وفي اكس بتساوي كذا وهجمعهم الثلاثه على بعض عشان اجيب الجنرال فوق. خلاص؟ طيب المعادله دي يبقى سالب واحد على رو بارشال بي بارشال اكس دي اكس زائد جي اكس اللي هي عجله الجاذبيه في اتجاه اكس دي اكس بيساوي يو بارشال يو بارشال اكس دي اكس زائد البي بارشال يو باي بارشال واي دي اكس زائد الدبليو بارشال يو باي بارشال زد دي اكس. واحنا عارفين انه الجزئين بتاعنا يا ابني يا حبيبي لو ده فلويد بارتكل او جزيء من السائل، جزيء السائل ده لو اتحرك حركه هل هينفع ان هو يفضل ثابت في مكانه في اتجاه ويتحرك في الاتجاه الثاني؟ اكيد بيتحرك، نفس الجزيء هيبقى بيتحرك في الثلاث اتجاهات. معنى كده ايه؟ معنى كده ان في علاقه مباشره ما بين سرعته والازاحه بتاعته في الثلاث اتجاهات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اليو على الدي اكس السرعه بتاعته في اتجاه اكس اكيد بتساوي نفس سرعه الجزيء ده في اتجاه الواي، اكيد بتساوي نفس سرعته في اتجاه الزد. هو نفس الجزيء صح ولا لا؟ يعني مش هيبقى قايم هو بدورين في المسلسل، نفس الجزيء لو اتحرك في اتجاه اكس فاكيد بالنسبه للواي ساب مكانه في الواي وراح في نفس المكان الجديد. تمام؟ طيب دي معناها ايه؟ معناها اضرب طرفين في وسطين كده يبقى اليو الدي واي بتساوي نكتبها هنا اليو الدي واي اليو دي واي بتساوي في دي اكس واليو دي زد بتساوي الدبليو دي اكس. طيب والفي دي زد بتساوي الدبليو دي واي. جميل. هنقوم ناخد ايه؟ انا
في عندي في المعادلة ديت ال V ومعها ال DX. ال V وال DX أشيلهم وأعوض عنهم بالمعادلة. وعندي ال W DX. فين ال W DX؟ أهي. أشيلها وأعوض عنها بال U DZ. وأشوف أوصل لإيه؟ يبقى سالب واحد على رو. يبقى عندي سالب واحد على رو. بارشال B باي بارشال X DX. زائد ال G X في ال DX. بتساوي ال U بارشال U باي بارشال X DX. زائد هنشيل ال V DX. ال V DX اهي. ونحط مكانها ال U DY. يبقى ال U بارشال U باي بارشال Y وال DY اهي. كمان؟ زائد ال W DX. W DX هشيلها وحط مكانها ال U DZ. تمام؟ ال U بارشال U باي بارشال Z وال DZ اهي. يبقى ديت بتساوي المعادله دي هتوصل في النهايه الى سالب واحد على رو. سالب واحد على رو بارشال بي باي بارشال اكس دي اكس زائد جي اكس دي اكس بيساوي. فاكرين واحنا بنثبت في المره الاولانيه لما كان عندي اليو دي يو مش عملتها نص دي يو تربيع؟ انا هعمل كده برضه المره دي. اليو ديت بدخلها جوه يبقى ديت بتساوي نص. تمام؟ في نفتح قوس هناخد النص عن المشترك لان الثلاث ترمات عندي فيهم كده. يبقى بارشال يو تربيع باي بارشال اكس دي اكس. خد بالك ان ده مش التفاضل الثاني. مش التفاضل ده التفاضل لمربع السرعه مش التفاضل الثاني. زائد بارشال يو تربيع باي بارشال واي دي واي زائد بارشال يو تربيع باي بارشال زد دي زد. اقفل القوس. الكلام ده كله اقدر اشيله واحطه بيساوي نص في التفاضل الكلي بتاع مين؟ اليو تربيع. هو التفاضل بالنسبه لاكس وبالنسبه لواي وبالنسبه لزد مش هو ده اللي هو يعتبر الكونفكتيف تيرم بالاضافه الى لو انا عندي بالنسبه للزمن واحنا افترضنا ان هو ستيدي فانا مش محتاج الزمن في حاجه. يبقى ده كله ده التفاضل الكلي بتاع مين؟ بتاع السرعه في اتجاه الاكس. يبقى في اتجاه الاكس في اتجاه الاكس وصلنا للمعادله دي. سالب واحد على رو بارشال بي باي بارشال اكس زائد زائد جي اكس دي اكس بيساوي نص في الدي يو تربيع. دي كده في الاكس دايركشن. في الاكس دايركشن. طيب وبالنسبه للواي دايركشن نفس المعادله بس في الواي دايركشن. سالب واحد على رو بارشال بي باي بارشال واي دي واي زائد جي واي في الدي واي بيساوي نص دي بي تربيع. مبسوط ترى؟ دي في الواي دايركشن. وبالنسبه للزد سالب واحد على رو بارشال بي باي بارشال زد دي زد زائد الجي زد في الدي زد بيساوي نص في الدي دبليو تربيع. خلاص كده؟ ودي كده في الزد دايركشن. المطلوب مني اعمل ايه دلوقتي؟ الثلاث معادلات دول بنجمع نجمع. طيب لما نجمع دول التلاتة يبقى سالب واحد على رو للدي بي. صح ولا لا؟ دي اكس واي التفاضل بتاع الضغط زائد عجلة الجاذبية الجي كاملة. صح؟ بيساوي نص تفاضل البي كابتل سكوير حيث ان البي كابتل ده اللي هو التوتال فيلوسيتي فيكتور كمتجه. يعني البي كابتل ده مش المقصود به البي اللي في اتجاه الواي. البي في اتجاه الواي اللي هي البي سمول. لكن البي كابتل دي التوتال فيلوسيتي فيكتور مجموع الثلاثه عند اليو والبي والدبليو. عجله الجاذبيه دي اللي هي عباره عن مين؟ مجموع الثلاثه دول. صح؟
طيب دلوقتي المثال اللي احنا كنا كاتبينه بفرض ان مفيش جاذبيه في الاكس والزد، يعني الجاذبيه موجوده فين؟ في الواي فقط، وكان اتجاه الواي لفوق البوزيتيف ده اتجاه الواي، بس الجاذبيه بتاثر لاسفل، يعني الجي واي بتساوي ايه؟ سالب جي، فنعوض هنا تمام. يبقى سالب واحد على رو في الدي بي سالب جي. ليه سالب جي؟ الجي دي كمتجه، الجي اللي هنا دي كمتجه عباره عن مجموع الثلاث عجله الجاذبيه في الثلاث اتجاهات، الجي اكس والجي واي والجي زد. لكن الجي اللي هنا دي اللي هي بتاعت الواي بس، وعلى هذا الاساس الجي اللي بتاثر في اتجاه الواي في عكس اتجاه الموجب للواي، في عكس الاتجاه الموجب للواي. ده الاتجاه الموجب للواي عجله الجاذبيه بتاثر لاسفل. علشان كده الجي واي بتساوي سالب جي. ناخد الجي واي ونعوض عنها بسالب جي، من هنا جت الاشاره السالبه. الكلام ده ونجيب دول الطرف الثاني برضه، يبقى سالب نص الدي في كابتل تربيع داخل القوس، كل الكلام ده بيساوي صفر. طبعا السوالب هتروح مع بعضها. السوالب هتروح مع بعض، يبقى واحد على رو للدي بي زائد الجي زائد نص الدي للفي تربيع بيساوي صفر. طبعا دي هي نفس المعادله اللي احنا اثبتناها المره الاولانيه، دي اللي هي البويلر ايكويشن اوف موشن. خلصنا احنا كده اويلر ايكويشن، باقي بس ان احنا يعني نعمل هايلايت كده على معلومه اللي هو بتاع مين؟ برنوليز ايكويشن. برنولي جه مسك المعادله دي، طبعا المعادله دي زي ما انتم شايفين في شكل تفاضلي، هنا ده تفاضل الضغط وده تفاضل السرعه، فالراجل عمله جاب ايه؟ كامل المعادله دي ووصل للشكل النهائي بتاعها اللي هو البي على رو زائد الجي زائد نص في تربيع بيساوي، لما هيعمل تكامل بيساوي ايه؟ ثابت. بيساوي ثابت. الثابت ده اسمه ايه؟ اسمه وسماها باسمه. اللي بيعمل حاجه بنسميها باسمه. الثابت ده اسمه برنوليز كونستانت، برنولي كونستانت. ايه برنولي كونستانت ده؟ ثابت برنولي. يعني ايه ثابت برنولي؟ الثابت ده على طول الستريم لاين، فمجموع الثلاث انواع من الطاقات دول بيفضل ثابت على طول الستريم لاين. مجموع الثلاث انواع من الطاقات دول سواء كان ضغط او عجله جاذبيه او كاينتيك انرجي، مجموعهم الثلاثه بيساوي مقدار ثابت على طول الستريم لاين. طيب الثابت ده بيختلف لو انا غيرت الستريم لاين؟ بيختلف. يعني من ستريم لاين لستريم لاين البرنولي كونستانت بيتغير. معناه ايه ان هو هيتغير؟ معناه على سبيل المثال لو انت جمعت الثلاث طاقات دول واداك 10 على الستريم لاين ده، لما تيجي تجمعهم على الستريم لاين الثاني ممكن يكون مجموعهم الثلاثه بيساوي 11 بيساوي 12 بيساوي رقم مختلف. تمام؟ فبرنولي ايكويشن والاويلر ايكويشن تم اثباتها على ستريم لاين واحد. معلش في هنا لما هو كامل طبعا في هنا جي في الواي. هو كامل هنا ضيع التكامل وضيع التكامل هنا جاب جي واي. طيب لما ايه هي الليميتيشنز بتاعت برنولي ايكويشن؟ يعني ايه كلمه ليميتيشن؟ اللي هي القيود او الشروط اللي انا ينفع اطبق عليها برنولي ايكويشن. اولا ان المعادله احنا علشان نوصل للشكل النهائي افترضنا ان هي ستيدي. صح؟ ان هي ستيدي. والكثافه ثابته انكمبريسبل مظبوط. وكمان افترضنا ان المعادله دي ماشيه على ستريم لاين. يعني ايه ماشيه على ستريم لاين؟ معناه ان انا لو عندي سريان روتيشنال فما ينفعش اطبق برنولي ايكويشن. كمان علشان نوصل للشكل الجميل اللي في النهايه ده افترضنا ان الايديال فلو، ايديال فلو يعني ايه ايديال فلو؟ يعني فريكشن ليس، فريكشن ليس يعني اللزوجه بتساوي صفر. تمام؟ يبقى دي هي القيود او الشروط بتاعت برنولي ايكويشن.
ان يكون عندي الفلو ستيدي، المائع انكمبريسبل، الفلو مش روتيشنال، يعني اير روتيشنال فلو، اير روتيشنال فلو ما بيعملش دوامات وايديز والكلام ده، وكمان يكون فريكشن ليس. فريكشن ليس يعني اللزوجه بتساوي كام؟ بتساوي صفر. دي القيود بتاعه برنولي ايكويشن. خلصنا برنولي ايكويشن والاويلر ايكويشن.